طب فين ال يا رمضان يا رمضان الحمد لله عالسلامة يا جاي من الصفا قمرين قمرين دول ولعنين قلب اهلا اهلا مرحب مرحب شرفتونا ونورتونا هندري بندري بندندل الله حلو قوي مين ده يا اكرم؟ ده رمضان مسؤول النظافة هنا في اللوكاندا ده مسؤول النظافة؟ اكرم بيه صاحب اللوكاندا لا ما يغركش شكله ده هو زي الفل يعني شكله زي الفل انت بدأت تقليلي من اول هو حاجة من ريحة الزمن يعني بص هلا هاني فرحانة بيه ازاي؟ هاي رمضان كل حاجة تمام؟ طبعاً أكرم بيه صاحب اللوكاندا أكرم بيه صاحب اللوكاندا أبيك يا أكرم بيه صاحب اللوكاندا يلا قبل ما يقعد أجرعوك يلا 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 أموت في التفاهة أكرم بيه كله تمام يا باشا يعني كله زي الفل؟ كله تمام يا باشا اللوكاندا بتاع سعادتك ترمي فيها إيه أرمي فيها إيه؟ مش هتكمل المهم. يعني كله تمام احنا بس فاضل لنا 10 دقايق تعملوا فيهم ايه؟ ادينا 10 دقايق ايوه تعملوا فيهم ايه؟ هنصلح الدش دش ايه بس يا رمضان هتفضحنا الدش اللي بيجيب القنوات الفضائيه انا عارف ما الدش بيستحموا فيه ما اكيد بيجيب قناه فضائيه ليه؟ ادينا 10 دقايق طب خلاص يا رمضان ما تتكلمش قدام الراجل اكرم بيه يا صاحب اللوكاندا هو مرحب قوي رمضان مرحب جدا ايه رايك يا علاء بيه نروح نتفرج على البول لغايه ما رمضان يخلص بقيه الشغل مش عارف والله يا اكرم حاسس انه مش وقته خالص هلا حبيبتي تحبي نروح نتفرج على البول يس واي نوت اوكي يلا بينا نروح اوكي ده وافقت المصحف طب يلا يا جماعه واقفين ليه فضل. يلا بينا اتفضل 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 جدا يا مدام اميره اتفضل اتفضلوا يا جماعه الحال يا اكرم انتهى يا عمي ايه عارف ده متكلف قد ايه ده ممثل خبط الديكور الديكور ممثل معلش ليش الحق يا عمي في مصيبه انيل من دي سلامتك يا عمي ده ايه يعني في مصيبة